مفيش أقوى من المصريين لما بيتجمعوا على أي حاجة، فما بالك لما يتجمعوا على خير. بس السنة دي لمتنا غير، عشان لمتنا هدفها تجمع 4 مليون كرتونة يتوزعوا على كل اللي محتاجين في كل حتة في مصر. شارك بخيرك، شارك لوحدك أو مع غيرك، شارك باللي تحبه. اتبرع دلوقتي وخليك عارف إن الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف.